أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع me.
بكم العالم الحرامي وفضيلة القارئ الدكتور حامد سفود البطالي عضو نقابة قرابة جمهورية مصر العربية والمقيم والمعروف بكلمة تراضي محافظة الاسكندرية. ستتسمى اليسرى بك المقيمة كبرى مخازن الفراشة الحديثة والمعرض الفني للمحلات ومخازن الحاج منصور بركات المقيم بالشرابية. والسادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا.